وعلي إن شاء الله تعالى هذا حانو يرينا طبنك أوه رئيسة كقولي ستي مراكز طبنات إلى إيه مركز مركز كوهات كالنتا طبنات إلى إيه كالنتا كوهات سادوكتهين مسابقة داس دولي أهو حاكو ترتماعي أفرتن أردي أو كوكالا سعودة أفرتن دولدود ودولدها أفريكا كامدة كالنتا طبنات وحاكو قولي ستي حصل على المركز العاشر المتسابق إبراهيم خليل من دولة السنغال إبراهيم خليل من دولة السنغال فليتفضل مشكورا وحيكوتا على ويست أفريكا دانا خلدن حصل على المركز التاسع الأخ المتسابق القارئ حسن جبريل عمر من دولة النيجر وحاكو قولي ستي كالنتا سقالات حسن جبريل عمر وكسعدة دولة النيجر نيجر طيب كالنتا سديدات وحاكو قولي ستي عبد النور آدم فارح وكسعدة إثيوبيا حصل على المركز الثامن الأخ المتسابق القارئ عبد النور آدم فارح من دولة إثيوبيا حصل على المركز السابع الأخ المتسابق القارئ قاسم أيوب من جمهورية تنزانيا قال انت تضواد وحكو قول استي قاسم أيوب وكسعدة دولة تنزانيا قال انت لحات وحكو قول استي سنغاري خالد وكسعدة ايفري كوست حصل على المركز السادس الأخ المتسابق القارئ سنغاري خالد من دولة ساحل العاج وأترك إعلان الحاصلين على المراكز الخمس الأول لفضيلة الشيخ الوالد مولانا محمد عبد أمل فليتفضل مشكورا الإخوة البقية الذين حصلوا على المركز الحادي عشر إلى الأربعين سيكرمون لاحقا وجزاكم الله خيرا بسم الله حصل على المركز الخامس الأخ الكريم إدريس أبو بكر من دولة نيجيريا مركز كشناد وحقلي إدريس أبو بكر وكصعدة دولة نيجيريا وعابل قدلوسي لوكن أو دولار جائزته ألف دولار أمريكي إن شاء الله فضل يكرمه الشيخ عبد السلام ما شاء الله الله يبارك فيك وفقكم الله حصل على المركز الرابع ضياء رضا من دولة مصر جمهورية مصر مركز كأفراد وحق علي ضياء رضا وكسعودة دولة مصر يكرمه حسن ناندو رئيس مجلس الأعلى لمسلمي كينيا فضل جائزته 3000 دولار أمريكي صدح كن أو دولار أو مريكنا أي الواب المري حصل على المركز الثالث طاهر محمود من الصومال مركز كسدحاد وحق علي طاهر محمود وكسعودة الصومالية وحق أبا المرسين يا شيخ حسن صالح وعلو أبا المريي شنكن أو دولار جائزته 5000 دولار أمريكي فضل دعالي آدم فضل هنا مومد سنته هل كانوا رمو حصل على المركز الثاني ثيام بونا
من كونغو برازيل ما شاء الله مركز كلاباد وحق لي أردقا سيثيان بونا وكسعودا كونغو جايزة دي سوحويان تضبكن أو دولار $7,000 ما شاء الله $7,000 أمريكي ما شاء الله ما شاء الله دعاء لي يا سنتر يا شيخ عبد الرشيد تفضل حصل على المركز الأول ما شاء الله الكل يعني يريد يسمع حصل على المركز الأول خالد زياد محمد من كينيا حصل على المركز الأول خالد زياد محمد من كينيا أرضي النمبر 1 قلي وخالد زياد محمد أو كينيا كالصعدة وحان اللواب المريي تبنكن أو دولار أو مريكنا جائزته $10,000 أمريكي الله أكبر ما شاء الله وأبونا ما شاء الله أرديغان وأرديغي ومسابقة دي محلي قاهي دي رمضان كي مساجد كسيس ككرد عادي أرديغي نمبر وان قلي واي مركتي عالمي قاهي دي ساقا نمبر وان قلي ما شاء الله المسابقة المحلية كان الرقم الأول ما شاء الله كان في المركز الأول أي نعم ربنا يوفقه ما شاء الله ما شاء الله وفقه الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صورة جماعية لجنة تحكيم مع الطلبة مع المتسابقين سند كي هوري وحقاتي سند كي هوري وحقاتي رواندا كي كسي هورين كي هوري رواندا قادتي كي لوادي كن كورين نيجيريا قادتي كان كينيا واي ما شاء الله أيوة الله يتقبل منا ومنكم